دخلوهم. هذا كتاب اعدامكم موجود عندي، باكر راح تنفذ حكم الاعدام بكم. واحنا ناس ديمقراطيين نحترم حقوق الانسان. راح اسالكم القضيه شو نسوي؟ هذا حكى نكته واحنا ضحكنا ونستاهل الاعدام. حكى نكته على القائد الله يحفظه ويخليه لنا فخر على راسنا. الله يحفظه. قبل ما يتنفذ حكم الاعدام بكم شنو طلبكم؟ سيدي بس طلب واحد. اذا بس طلب واحد سيدي انا بس ارد اشوف امي. ام سيدي. هاي سهله نقدر راح ناخذها اليوم لك. سيدي انا عندي طلب. طلب يتنفذ سيدي؟ طبعا هذا حقكم. طلبي هذا ما يشوف. انت تعرف ابنك ليش عدمناه؟ خان الوطن وهرب من الجيش. والله سيدي ابصم لك بالعشره ابني برمجته. واللي يهرب من الجيش سيدي والله يستحق تعدم اعدام سيدي، وانا على السلفه سلفه سيدي. وشرفك سيدي. ان المجرم من ينعدم حرام عليه فلوس الطلقات، لان الطلقات مال الشعب. والنعم منك سيدي. اشهدوا ما بالله انتوا اكبر حقارين سيدي. انت لازم تعطينا فلوس الطلقات اللي عندنا بيها ابنك، تعمل له لا؟ والله بشرفي بشرفي سيدي. ما عندي فلوس. عندي كم فلس سيدي واقضي بيها شوية عصير وشرفك سيدي. هاي مو مشكلتنا، تريد تلحق على ابنك؟ ليش عدم تور رمي سيدي؟ كان خنك تور. ليش عدم تور رمي سيدي؟ كان خنك تور. ليش عدم تور رمي سيدي؟ كان خنك تور.